هذا السائل يقول: هل يجوز الزواج ممن يعتقد سب الصحابة والطعن فيهم؟ لا، ما يجوز يسب الصحابة ويطعن فيهم، لا يجوز الزواج منه. نعم. حتى السنية التي متساهلة في دينها، عندها تساهل في دينها، ما ينبغي الزواج منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين تربت يداك، فكيف بالتي تسب الصحابة؟ نعم.